السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. ما زلنا على حلبة المصارعة، وما زلنا بنقول إن شاء الله هنتحدى الشيطان وهننتصر عليه، وفي نهاية الأمر إن شاء الله ربنا هيجمعنا في الجنة إن شاء الله بحسن ظننا بالله وبرحمة ربنا، ثم بأعمالنا البسيطة اللي بنحاول نتقرب بها لربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل قصة الصراع اللي بدأناها في الحلقة اللي فاتت، وشفنا قد إيه يا جماعة إن لما المولى عز وجل خلق سيدنا آدم عليه السلام وأمر سيدنا جبريل ينزل ويقبض قبضة من الأرض، وعاد جبريل ثم ذهب ميكائيل إلى أن ذهب ملك الموت وقبض قبضة وعاد إلى المولى عز وجل وقال جل وعلا: أنت تصلح لقبض الأرواح. وعجنت هذه القبضة وتشكل منها جسد سيدنا آدم، وأصبح جسدا بلا روح فترة من الزمن، ثم نفخت الروح في سيدنا آدم عليه السلام. ولكن قبل ذلك قلنا قد إيه إن إبليس كان بيتربص بسيدنا آدم منذ هذه اللحظة، وبدأ يطيف حوالينه ويبص ويشوفه ويدرس كل حاجة عنه، لحد ما لقاه خلقا أجوف، يعني جواه محتاج يأكل بعد كده ويشرب، محتاج يعيش، محتاج شهوات في الحلال. فهو عايز بقى إن هو يتربص بذرية سيدنا آدم عليه السلام، ويتربص قبل ذلك بآدم، ويحاول إن هو يغويه بأي طريقة. في اللحظات دي ربنا قدر أن ينفخ الروح في آدم عليه السلام، فإذا بآدم يتنفس ويبصر ويسمع، وبدأ يبص حواليه فشاف مشهد عجيب قوي، لقى كل الملائكة سجد ليه سجود تحية يا جماعة، مش سجود عبادة. أصله قبل ما يقوم، بمجرد ما ربنا نفخ فيه من روحه وبدأ سيدنا آدم يقوم ويبص حواليه، ربنا أمر الملائكة كلهم أن يسجدوا لآدم عليه السلام، والكل سجد ومحدش أبدا رفض، لأنهم عارفين إنها مش سجود عبادة، ده سجود تحية. ولما يسجدوا سجود تحية لآدم فهم عباد لله، بيسمعوا كلام ربنا، زي يعني مع بعد التشبيه زي لما المرأة تطيع أمر زوجها في غير معصية الله، هي كده بتطيع ربنا، لأن اللي أمرها أنها تطيع زوجها هو ربنا. وزي ما الابن والبنت بيبروا أبائهم وأمهاتهم، فلما بيعملوا كده هم أصلا بيعبدوا ربنا من خلال عبادة أو عبودية بر الوالدين. فسيدنا آدم فتح عينيه فلقى الملائكة كلهم ساجدين ليه ما عدا واحد، هو ما كانش من الملائكة لكن كان عايش مع الملائكة، اللي هو إبليس. كان واقف بعيد قوي ورافض أن يسجد لسيدنا آدم، واقف بصة، واقف بيبص بصة كلها كبر وكلها استعلاء، عايز يقول معقولة أنا أسجد لآدم؟ ليه أسجد له؟ هو أحسن مني في إيه؟ وربنا سبحانه وتعالى سطر هذه القصة في كتابه لما سأل إبليس وقال له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عايز أقول له أنا أحسن منه، أنت خلقتني أنا من النار وخلقته هو من طين، وفي نظر إبليس هو شايف أن النار أحسن من الطين، خدت بالك؟ فكانت المسألة مسألة كبر، كبر على مين؟ كبر على ربنا، استعلاء على أوامر ربنا. لا، خد بالك، أي إنسان يتكبر على أمر ربنا هيحصل له اللي حصل لإبليس، إبليس طرد من رحمة ربنا. علشان كده اوعى كمسلم، اوعى يكون في قلبك ذرة كبر، اوعى تكون وانت بتسجد لربنا مستكبر انك تحط الانف والجبهة في التراب، حطهم وانزل عشان ربنا يعلي قدرك. ربنا سبحانه وتعالى قال: واسجد واقترب، كل ما هتنزل تحت كل ما هتطلع فوق. وربنا قال في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. كل ما هتتواضع على ربنا كل ما ربنا هيكرمك. ولذلك كان أقرب الناس لقلوب العباد هو الإنسان المتواضع، وكان أكتر واحد هيتحرم من دخول الجنة هو المتكبر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك الإنسان اللي بيشمخ على الناس وبيتكبر على الناس، وقبل ذلك عياذا بالله بيتكبر على رب الناس سبحانه وتعالى، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيحشره في صورة كلها ذل ومهانة. كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة على صور الذر. حضرتك عارف ايه هو الذر؟ حضرتك عارفة ايه هو الذر؟ الذر ده اللي هو النمل الصغير خالص، الذي يعني يرى بالعافية، صغير قوي، نمل صغير جدا،
يبقى الراجل في صورة الرجل لكن في حجم النملة. يطأهم الناس بأقدامهم. شوفوا كم مليار واحد هيجوا في أرض المحشر والمتكبرين في صورة النمل اللي عمال يعني بيجري في أرض المحشر والناس عمالة تطأهم بأقدامهم. تغشاهم النار من كل مكان يسقون من رضغة الخبال. قالوا وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. فآدم عليه السلام بص لقى الملائكة كلهم ساجدين له إلا واحد واقف بعيد مش عايز يسجد، ومش كده وبس، وبيبصله بكبر وكره وحقد وحسد عجيب قوي. فالمولى عز وجل طرد إبليس من رحمته وطرده من جنته، ولذلك إبليس ندم بعد كده. بس حين لا ينفع الندم. مين اللي أخبرنا أنه ندم؟ حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة، أي آية فيها سجدة، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، خد بالك بقى، اعتزل الشيطان يبكي. وحضرتك وانت ماسك المصحف، وحضرتك وانت ماسك المصحف وبتقرأوا آية فيها سجدة، فسجدتم لله سبحانه وتعالى، يعتزل الشيطان وهو يبكي، يمشي وهو بيبكي ويقول: يا ويلتى، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. بسبب سجدة رفضها إبليس. لا تأمن. إبليس كان من عباد الله الطائعين، كان من عباد الله المقربين اللي كان عايش في وسط الملائكة. الملائكة بتعبد ربنا وإبليس بيعبد ربنا مع الملائكة. بسبب عصيان أمر من أوامر ربنا، وبسبب أنه تكبر على تنفيذ أمر من أوامر ربنا، طرد من رحمة ربنا. أخويا وحبيبي، أوعى يكون في قلبك كبر من ناحية أن أنت تسجد لربنا وتعبد ربنا وتسمع كلام ربنا. اسمع كلام ربنا وامشي وراء حبيبنا صلى الله عليه وسلم عشان توصل لمرضات الله والجنات سبحانه وتعالى. لكن إبليس لما طرد ما عداش الموضوع بسهولة. لما طرد من رحمة ربنا قال: لا خلاص، أنا منذ هذه اللحظة أنا عدو لدود لآدم عليه السلام ولذرية آدم عليه السلام. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. طلب من ربنا طلب واحد بس، قال له: ما دمت طردتني من رحمتك وطلعتني من جنتك، أجلني، ما تموتنيش دلوقتي، أجلني لحد يوم القيامة. خد بالك، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. يروح رادد إبليس وليه؟ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كل طرق الخير وكل الطرق اللي توصلهم ليك يا رب هعود لهم على الطرق دي كلها، على طريق العبادة والصلاة والهجرة والجهاد والبذل والعطاء والحجاب والمروءة وبر الوالدين، هعود لهم على كل الطرق دولت، وأحاول أمنعهم إنهم يوصلوا للطريق اللي يوصلهم لرضاك والجنتك. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف قد ايه عدوك بيكرهك، شفت قد ايه ابليس نفسه يدمرك. عشان كده لازم تكون انت المصارع، اقف على الحلبة وقول: ان شاء الله مش هتنتصر علي، ان شاء الله هغلبك بقدرة ربنا قبل اي حد، ثم بقدرتي البسيطة هستعين بالله عليك. وانت عارف ان الشيطان اضعف ما يكون، مجرد ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بينخنس ويبعد، ما يقدرش يتحمل. خليك قوي واعرف ان انت قوي، واعرف ان انت المصارع. وفي الجولات اللي هنحكيها بعد ما نقول قصة الصراع وبعد ما نعرف عدونا دوت، لان لازم ندرس كل حاجة. ده المصارع يا جماعة لما بيكون هيلتقي مع مصارع تاني بيعمل ايه؟ بيجيب كل شرايط الفيديو بتاعت المباريات اللي لعبها المصارع ده ويتفرج عليها ويعرف نقاط القوة ونقاط الضعف، ويبتدي يعمل دراسة ويقول اخش له منين واضربه فين ونقطة الضعف عنده فين، وركز على انهي حتة اللي هو ما بيتحملش فيها الضرب عشان اقدر انتصر في الجولة اللي جاية. لازم نعرف احنا كمان نقاط الضعف عند الشيطان فين ونقاط القوة فين علشان نقدر ندخل عليه. ولذلك الفقرات اللي جاية والحلقات اللي جاية إن شاء الله هنعيش فترة كده بعنوان اعرف عدوك. لازم تعرف عشان تقدر تصارع الشيطان، لازم تعرفه إمكانياته قدراته، بيعمل إيه، بيقدر يعمل إيه، وبيعجز عن إيه، وإمتى تقدر تهزم الشيطان وإمتى يقدر هو يهزمك وينتصر عليك، عشان نقدر نوصل لكل ده بفضل الله، وفي النهاية نبقى إحنا المصارعين اللي وصلنا بفضل الله للطريق اللي وصلنا لمرضات الله سبحانه وتعالى. فإبليس قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم
شاكرين. ايه معنى الكلام ده وايه معنى الآية ديت؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي وإخواني وأهلي وناسي، تعالوا مرة تانية نعيش مع المصارع. شفنا قد إيه لما سيدنا آدم عليه السلام خلق ودبت الروح في سيدنا آدم، فتح عينيه لقى كل الملائكة ساجدين إلا واحد ما كانش من الملائكة، لكنه كان عايش مع الملائكة بيعبد ربنا اللي هو إبليس. ويقدر ربنا إن إبليس يرفض إنه يسجد ويتكبر على أمر الله سبحانه وتعالى، ويبغض ويحسد ويحقد على سيدنا آدم عليه السلام، فيطرد من رحمة الله ومن جنته، وإذا به يطلب من ربنا أن ينظره إلى يوم القيامة، فينظره المولى عز وجل ويؤجله، وإذا به يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. في الوقت دوت شوف قد إيه، شوف رحمة ربنا. الشيطان بيتوعد، إبليس بيتوعد إن هو يغوي العباد، والمولى عز وجل يعد بأن يغفر لعباده سبحانه وتعالى. ما هو في النهاية أنا وإنت مش معصومين، هنذنب وهنقع في معصية ربنا، لكن ربنا فتح لنا باب التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حديث جميل قوي رواه أحمد بإسناد حسن، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الشيطان وعزتك يا رب، شوف بيقسم بعزة المولى عز وجل، وعزتك يا رب لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. فالشيطان نفسه أنه يدمر الإنسان، نفسه أنه يكفر، نفسه أنه يخلي الإنسان يخش مع النار زي ما هو داخل النار، لكن إن شاء الله هنلاقي فينا من يصارع ومن يقف. وزي ما قلت لك خليك على الحلبة معايا، وإن شاء الله نقاتل ونصارع الشيطان، عشان في النهاية هننتصر إن شاء الله ونكون ورا النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. فهي المعركة قديمة حديثة وتفضل لحد قيام الساعة. بعض الناس كان بيظن ان ابليس من الملائكة، ابدا ابليس عمره ما كان من الملائكة. قال جل وعلا: واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي. يبقى ابليس كان من الجن لكن كان عايش في وسط الملائكة لانه كان عابد لله وكان بيعمل عبادات عظيمة جدا جدا في وسط الملائكة، فكان من المقربين وكان من الطائعين ومن العابدين، لكنه لما تكبر وعصى أمر ربنا سبحانه وعصى أمر المولى عز وجل طرد من رحمة الله ومن جنته. وسبحان الله، وانتم تعلمون جميعا أن الملائكة خلقت من النور وأن إبليس خلق من النار، وشتان ما بين النور وما بين النار. في اللحظة ديت لما طرد إبليس من رحمة الله ومن جنة المولى عز وجل، أمر الحق جل وعلا آدم عليه السلام أن يسكن الجنة. الله يا رب اجمعنا يا رب في الجنة يا رب العالمين. أمر آدم أن يسكن في الجنة، قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، بس في شرط: ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. سيدنا آدم كان سعيد جدا لأن المولى عز وجل خلق من آدم عليه السلام، خلق منه حواء حتى يأنس بها ويعيش معها لأنه كان حاسس بالوحدة، فآنسه الله عز وجل بحواء، عاش مع حواء وعاشوا أجمل أيام حياتهم في الجنة. جنة ربنا قال عنها: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولما ربنا سبحانه وتعالى أسكن سيدنا آدم وحواء، لما أسكنهم الجنة حذرهم، ودي كانت حاجة جميلة قوي، لأن سيدنا آدم لحد اللحظة دي ما كانش فاهم هو إبليس بيعمل معاه كده ليه، رفض يسجد له ليه سجود التحية، طب بيكرهه ليه، هو عمل له إيه، طب بيحقد عليه ليه، هو عمل له إيه صحيح، ولا حاجة. وأحيانا في حياتك الشخصية تلاقي ناس وإنت إنسان ناجح بيكرهوك وبيحقدوا عليك وبيحسدوك رغم إن إنت ما عملت لهمش حاجة، لكن هو حقده على نجاحك، حقده على قربك من قلوب الناس. وده اللي حصل مع إبليس، حقد على سيدنا آدم لقربه من الله عز وجل، مع ان ابليس نفسه قبل ان يعني ان يعاند وقبل ان يتكبر على الامر لكن قريب ايضا، لكن ما كانش عايز حد يحتل المكانه دي ابدا. فاذا بابليس يحقد على سيدنا ادم عليه السلام، المولى عز وجل عشان ادم عليه السلام وحواء
ما يحصلهمش أي مكروه من إبليس، يعني حذرهم. قال جل وعلا: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الله، طب ده سياق الآية كان المفروض فلا يخرجنكما انتوا الاثنين من الجنة فتشقيا. قال لك لا، لأن الرجل هو المطلوب منه أنه يعد السكن ويأتي بالطعام والشراب والغذاء واللبس وكل حاجة، دي على الرجل هو اللي هيتعب، إنما هي ما تتعبش، هي تكون ملك ملكة متوجة في بيتها. فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها، يعني في الجنة، ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إبليس قاعد يفكر، هو آدم سكن الجنة؟ طب ده أنا اطردت من الجنة ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، طب إزاي أخرج آدم من الجنة؟ ما فيش غير طريقة واحدة، هي المعصية. ما أنا نفسي اتطردت من الجنة بسبب المعصية وبسبب الكبر وبسبب أن أنا ما سمعتش كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش غير طريقة واحدة، أن أنا أخليه يعصى أمر ربنا ويأكل من الشجرة اللي هو نهاها أنه يأكل منها. ربنا أباح لسيدنا آدم الجنة كلها وقال له ما تأكلش من شجرة واحدة بس، والجنة كلها تحت أمرك، كل منها واعمل فيها اللي أنت عايزه بس ما تأكلش من الشجرة ديت. فدخل له إبليس بمدخل خبيث جدا، بدأ يوسوس له فلم يستجب آدم عليه السلام، وبدأ يفكر في أي حيلة تانية فمش عارف، فبدأ يخش عليه من مدخل إن هو بيحب له الخير وأقسم له بالله. وسيدنا آدم عمره ما تخيل أبدا إن في واحد يعرف عظمة جلال المولى عز وجل ويعرف من هو الله ويقسم به كذبا، ما صدقش. سيدنا آدم ما كانش متخيل، كانش متخيل أبدا أن إبليس يقسم بالله كذبا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، بيقولهم والله العظيم أنا بنصحكم نصيحة لله. ده مين بيقول كده؟ إبليس. فقال له يعني هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إيه رأيك يا آدم عليه السلام، الجنة حلوة؟ طبعا حلوة جميلة. العيشة فيها حلوة؟ قال له طبعا في منتهى الروعة اللي في الدنيا. واخد بالك؟ نفسك تخلد هنا في الجنة دي وتفضل على طول عايش؟ قال له قال له كل من الشجرة دي. طب ده ربنا نهاني ان اكل من الشجرة دي. قال له لا، انت مش واخد بالك، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. فاقسم له بالله ان هو له ناصح امين. سيدنا ادم اكل من الشجرة، وحواء اكلت من الشجرة، واول ما اكلوا من الشجرة من هنا حسوا بحزن ومرارة في القلب غريبة جدا. وفي اللحظة دي حصل موضوع عجيب جدا، انكشفت عورة سيدنا آدم وانكشفت عورة أمنا حواء، وهو أول مرة يشوف عورته. ربنا سبحانه وتعالى حجب عنه أنه يشوف عورته، فأول مرة طلع على عورته فاستحيا استحياء شديد جدا، وبدأ هو وأمنا حواء يشدوا من وراء الشجر بتاع الجنة علشان يداروا العورة سبحان الله. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. أكل آدم عليه السلام ناسيا، نسي أن ربنا أمره أنه يأكل من كل حاجة إلا الشجرة دي، وأنه نهان يأكل من الشجرة دي. قال جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. سبحان الله. فخرج آدم وزوجته حواء عن أمر ربهما وأكل من الشجرة، فربنا راح معاتبهم. قال: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ هو أنا مش نهيتكم عن أن تأكلوا من الشجرة دي؟ وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. في اللحظة ديت أناب آدم وأنابت حواء وعاد إلى الله: سمحنا يا رب. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف الفرق بين سيدنا آدم لما عصى وفرق بين إبليس لما عصى. إبليس لما عصى واستكبر والمولى عز وجل وسأله ليه ما سجدتش لآدم، قال أنا خير منه. شوف الاستعلاء، خلقتني من نار وخلقته من طين. أما سيدنا آدم أول ما وقع في المعصية هو ومن حواء، في ساعتها على طول قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. أخويا وحبيبي اللي أذنبت في حق الله سبحانه وتعالى، ارجع وتوب لربنا سبحانه وتعالى، وربنا هيكرمك، هيكرمك بجد وهيقبلك وهيبدل لك سيئاتك حسنات وهيدخلك الجنة إن شاء الله بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ارجع بس لربنا.
قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف بعدها، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ربنا هو اللي أعطى سيدنا آدم وحواء، هو اللي أعطاهم الكلمات اللي يتوبوا بيها، فلما قالوها تاب عليهم سبحانه وتعالى. لكن لما دمتم انتم أكلتم من الشجرة اللي أنا نهيتكم عنها، لابد من الهبوط والرجوع إلى الأرض. طب ده احنا قعدنا في الجنة، معلش الجنة دي فترة اختبار، فترة تمحيص، فترة أو معسكر إعداد، هتطيعوا وهتسمعوا ولا هتعصوا؟ فما دمتوا وقعتوا في معصية انزلوا بقى الأرض وعيشوا كلكم وعيشوا قصة الصراع. هينزل آدم عليه السلام، هتنزل حواء عليه السلام، هينزل إبليس وذريته ويعيشوا في الأرض، وتبدأ قصة الصراع بين آدم وذريته من ناحية، وبين إبليس وذريته من ناحية تانية. قال جل وعلا: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. عن أبي موسى الأشعري أنه قال: إن الله حين أهبط آدم إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. حديث رواه مسلم، حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. وفي النهاية المولى عز وجل بيحذرنا، زي ما أبوكم آدم وقع ضحية وسوسة إبليس، اوعوا اوعوا إن إبليس يفتنكم. قال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وبدأ الصراع على وجه الأرض، نزل آدم عليه السلام ونزلت حواء وبدأ الصراع. بدأ الصراع من أجل إن هو يحصل على الأكل والشرب، وبدأ الصراع مع الوحوش والحيوانات الموجودة في الأرض، وبدأ الصراع مع إبليس اللعين، وبدأت قصة الصراع التي لن تنتهي إلى يوم القيامة. وإحنا لازم نقف قدامه ونثبت عشان يبقى كل واحد فينا هو المصارع. وتعالوا نكمل قصة الصراع، ولكن هنكملها في الحلقة القادمة، لأن من هنا بدأت ساعة الصفر. خلاص آدم عليه السلام أهبط من الجنة، حواء أهبطت من الجنة، إبليس نزل من الجنة وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى بسبب المعصية والكبر والاستعلاء على أمر المولى عز وجل. فبدأ الصراع في الأرض. يا ترى الصراع بدأ إزاي؟ ويا ترى خبرة الشيطان في الصراع كانت عاملة إزاي؟ ويا ترى هنقف قدامه إزاي؟ ولابد إن احنا نعرف كل حاجة عن الشيطان عشان نقدر فعلا نصارع الشيطان ونفضل ثابتين على حلبة المصارعة بفضل الله لحد آخر لحظة في حياتنا. إني داع فأمن من قلبك. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة بريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله في انتظاركم بكرة إن شاء الله عشان نشوف ساعة الصفر وبداية الصراع على الأرض بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته. أسأل المولى عز وجل أن يجمعنا في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشر.